فرق بين المرأة والرجل. ما في شيء. تقبل نبي. عبد الله صرت استعذر قال علم تناقشني وقال قام يعب طويع أبو الدق الأسود المصبوغ. أيوة. قال أنتم هذا وتشتوا فضل. قال ترى أنتم مفروض كنتم من البداية أن ترفضوا وجود المرأة في المؤتمر. إما أن تقبلوا بوجوده وترفضوا النتائج هذا أمر مش مقبول. إيش قال صعدهر؟ وكذا مريم في مرونة. في مرونة. بس معلش إنه. ما في مرونة. فهم الكلام. لكن عاد في تاني. أنا أبو الدق الأسود ما بيصير. صدق حقيقة. وكيل الشعلة بوش مشال باجي وانتي المتوكل اسأل الدولة حقا خلق اسأل الدولة ما عملوا في الأسرة المتوكلين والتوكل إلى الآن ما زال مستمر ماشي ما هربنا إلا تحت خطوة ماشي إلا المتوكل والله ماشي ما قلنا تمت مصادرة الأموال وتم التمكين بها وخرجوا كلهم ناديين سياسيين قالوا أنانية ودولة متخلفة فاسدين ونحافين الآن الذي حصل خلال 40 سنة ما قد حصل شيء هناك هجوم غير مبرر على الإصلاح يتبناه مجموعة أنا أريد الذي عندهم الذي عندهم مشاكل مع الإصلاح لا يعكسوها على المؤتمر هذا رجائي من عندهم مشاكل مع الإصلاح خارج وليس داخل المؤتمر.